السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. انا النهارده جايه لكم بفيديو كلنا الستات بنحبه، رفايع المطبخ. بس رفايع المطبخ مش الشعبي، لا اللوكس. خليكم معايا في الفيديو النهارده، فيه شويه تفاصيل كل الستات بتحبها، لاولادنا، لينا، لبيتنا، لكل حاجه. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزين نقول احنا فين. احنا موجودين في درب سعاده، محل الجنرال جروب بتاع ادوات منزليه زي ما احنا متفقين. احنا هنا عماره نصار بجوار جامع ابو الفضل، وهسيب لكم الارقام في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت وعلى الشاشه. في كمان يا بنات العساله دي، انا عايزه اقول لكم حلوه قوي، فكرتها وعمليه وتقدر تستغليها في كذا حاجه. قول لنا بقى تفاصيلك عنها وسعرها، وحلوه جدا. ده سبنسر عسل. سبنسر عسل بنستخدمه على السفره الصبح لما نحب مثلا نعمل سفره شيك وحاجه محترمه. ده معمول له الشياله بتاعته دي اول حاجه. ده متكون من جزئين، الجزء اللي تحت ده لازم يتفتح بالزرار اللي من فوق ده عشان خاطر ينزل منه. ده لو ما دوستش عليه مش هينزل. ايوه بصوا، العصايه اللي جوه المعدن دي بتترفع عشان العسل ينزل. تمام تمام. ودي الشاله بتاعته، بحيث انك انت لو تحطيها، لو نقط حاجه يبقى في مكانه. يبقى في مكانه محطوط. بصوا يا بنات اهو، طبعا هنا يتحط بقى على كريب، تحطيه على كيك، تحطيه على اي حاجه انت عايزاها. انت ممكن يتحط فيه كمان زي صوص شوكولاته كده. بالظبط. واحنا عاملين برضه كل الصور بتاعته على التليجرام. تمام تمام، بحيث انك انت تخش تشوف الصور وبيستخدم ازاي وبيتعمل. ده بكام معانا النهارده؟ ده النهارده احنا بنبيعه ب 35 جنيه. 35، حلو قوي. ده اكريليك، انا عايزه اقول لكم حلو جدا وشفاف، وهو كده ما يلزقش مكانه، امن جدا في الاستعمال حتى لو ولادك هيستعملوه. حلو قوي. كمان في فوط المطبخ دي، بص كده، دي حجمها حلو، تقيله ما شاء الله. لونين، اللون الوش ده لون والوش الثاني لون ثاني. على فكره خامتها تقيله حلوه وكبيره. وفي بقى اللي هي الفستان دي، الاول دي بكام؟ دي فوطه مطبخ دي، في منها كذا مقاس. ده المقاس الكبير والتقيل، الخامه بتاعته حاجه كده مختلفه. لما هي تقيله ما شاء الله. بتصفي عليها المواعين او تنشفي بيها وتستخدميها في المطبخ استخدام يومي، ده لا غنى عنها في اي بيت. تمام. في منها الخامه الخفيفه دي اللي بتقف عليكي ب 9 دي اخف، ب 9 جنيه. دي ب 9 جنيه. التقيله بقى منها الكبيره عامله في الجمله 22 جنيه. 22، هي تقيله بصراحه، حلوه قوي. تمام. وناعمه. في منها الخامه اللي هي التقيله بس الصغيره، دي واقفه في الدسته ب 12 جنيه. 12 جنيه، تمام، حلو قوي. طبعا كل الحاجات دي يا بنات في منها الوان، وفي الفوط دي اسمها ايه؟ دي فوطه فايبر ولا ميكرو فايبر؟ تمام. دي منها ماركات مختلفه بتاع العربيات كلها، اسمها فوطه ماركات مشهوره. ماركات عليها تويوتا ومرسيدس، ومش شايفه دي ايه؟ ديت اودو. دي اودو او بي ام دبليو. تمام تمام. في عندنا برضو مساحتها كبيره جدا، انا عايز اقول لك مقاسها كام عشان ديت فوطه مش صغيره، دي كبيره هي جدا. هي باينه، هي متطبقه يا بنات، ثلاث تطبيقات متطبقه. هي ثلاث تطبيقات، يعني الجزء اللي قدامنا دوت. ايوه بالظبط. تمام. الجزء اللي قدامنا ده على ثلاثه اهي. ما شاء الله، حلو قوي. في كمان يا بنات اللي هي الصغيره الخفيفه دي برضو حلوه، بس بتلم معاكي. انا عندي بصراحه بستعملها، حلو قوي وناعمه. دي خمس قطع. كارت واحد فيه خمس قطع بخمس الوان مختلفه. تمام. بسعرها النهارده وعاملين عليها عرض، بنبيعها الدسته ب 120 جنيه، يعني ب 10 جنيه في الطقم. يعني كله الباكت ده كده ب 10، خمس فوط، يعني الفوطه واقفه علينا ب 2 جنيه. بالظبط. ما شاء الله، حلوه قوي يا بنات. انا عايزه اقول لكم حلوه. الفوطه متطبقه اتنين. الفوطه مربعه، يعني حلوه. حلوه، انا بصراحه بتنفعني عندي في المطبخ، في الرخام، الميكروويف، الحاجات دي سهله جدا. دي بقى الفستان بتاعهم دي بقى ايه؟ دي بقى حاجه كده سيمبل تتحط في المطبخ كديكور، وفي نفس الوقت بتستخدميها لان هي ديت فوطه تستخدميها مفتوح من الجنب. ايوه تقدري تنشفي، مش هتدخلي ايدك جوه تنشفي، يعني لا هي سهله. بتمسحيها خالص، بتمسكيها كده بتتفتح وبتتغسل وتحصل ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام، جميله جدا. بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم الاسعار كلها موجوده على التليجرام، من الحاجات الشغل بتاع الفوط ده على التليجرام برده. كل حاجه نازله على التليجرام باسعارها وجمله ومكان. تمام. في كمان بصوا بقى الحاجات دي، دي تحف حلوه جدا. جميله دي، تحف نيش. تحف نيش. بصوا متوفره باربع مقاسات، السلحفه من اول المقاس الصغير لغايه اكبر مقاس، ده اللي تحت الكبير، حلو قوي. ده طقم مع بعض ولا بالقطعه؟ ده بيتباع بالقطعه، كل مقاس لوحده. تمام، جميلة قوي. طب بكام دي؟ عندك أكبر مقاس ده عامل 45 جنيه. أكبر مقاس وأصغر مقاس. بصوا الصغير اللي قدامنا ده على طول. نمسك لهم الكبيرة على إيدنا عشان الصورة وتوضح لهم هي قد إيه كبيرة. قد كف الإيد، هي كمان خارجة سنة على كف الإيد. يعني هي كبيرة جدا. حلوة ما شاء الله. هنقول قد كف الإيد، تمام. جميلة جدا. دي ب 45 جنيه. 45، حلو قوي. سعرها في الجملة بتاعتنا احنا بنبيعها على التليجرام ب 45 جنيه. وتقدري على فكرة تحطيها على ترابيزة الليفنج، في ناس بيحبوا يعملوا ركن كده للتحف، دي كمان من ضمنها، حلو قوي. في كمان عنده تشكيل بنبونيرات، بصوا كده الحاجات دي كلها حلوة قوي.
وفي بقى الحاجات بتاعت الشمع دي برضو جميلة. بصوا اشكال المدور والمربع واللي على شكل وردة بصوا. دي حاجة اسمها بلورة، البلورة دي تتحط بقى في النيش، تتحط على مكتبة، تتحط في كذا مكان، لها ايه حاجة ممكن تتنفع تتقدم هدايا. اه تمام. حاجة شيك جدا وبتعمل صوت زي ما انتوا سامعين كده، بتعمل صوت وبتلف، في منها بيعمل صوت بس كده ومحطوطة قدامك، لا بتعمل صوت وبتلف، وفيها جليتر جوه كده حلو قوي، جميلة جدا، ومرسوم عليها بره هنا اشكال. طبعا هي في منها اشكال مش الشكل ده بس، رسومات مختلفة وحاجات مختلفة عن كده، بس احنا مش عارضين الشغل كله. تمام تمام. زي ما قلنا بقى يا بنات الكريستالات اللي ورا دي برضو بتحطي فيها شمع، سواء شمع بقى بتولعيه او الشمع الحجاره اللي زي كده، ده برضو بيبقى حلو قوي. في اشكال كتير جدا اهو، بصوا في عندهم شمع الليد، ده شمع الليد بينور كذا لون، اه بيحسسك كان الشمع مولعه يعني، بيدي كده لطيف حلو قوي. ده حلوه حلوه اه جميله. في خضار تغسلي في لحمه، بصوا دول ثلاث مقاسات في قلب بعض، الحاجات دي حلوه قوي قوي، عايزه اقول لكم استعملها كتير. ايوه ده استانلس الوان ليزر، ما بتطلعش منه، في نفس الوقت بتعيش معاك فتره كبيره جدا. تمام. لان ديت بتبدا من مقاس 18 ومقاس اللي بعد منها مقاس 20 22 و26 و26 ما شاء الله حلو جدا. 22 26 ثلاث مقاسات مختلفين بالوان مختلفه، كل طقم بيجي في علبه مختلفه زي اللي فوق ده. زي ايوه يا بنات زي العلبه دي كده، دي صح كده؟ مظبوط. اه بكام بقى الطقم ده؟ الطقم ده احنا بنبيعه النهارده ب 115 جنيه بعد الخصم. وفي خصم على الفاتوره، اللي هياخد خصم اللي هياخد فاتوره ب 500 جنيه يا بنات هياخد عليها خصم 10%. تمام. في كمان يا بنات عندهم اطقم، تقولوا بقى عليها اطقم توابل، اطقم شاي، انا عايزه اقول لكم حلوه جدا. في الطقم ده كده، ده شكل بالستاند بتاعه بنفس لون الطقم، وفي اللي جنبه اللي هو عليه الفلامينجو كمان برده بنفس اللون الحامل بتاعه، وفي الاسود ده حلو جدا. بصوا هو كله ازاز، هو ازاز الغطا بس هو اللي بلاستيك. اه تمام. بيتربط محكم الغلق ده برده. ايوه صناعه تركي. الستاند متاكسد برده بنفس لون الطقم، مش استانلس عادي يعني، هو بينزل معاه استانلس بس هو متاكسد بنفس لون الطقم عشان يبقى شكل شيك جدا. اه عندك برده ده نفس الفكره، اختلاف انا ده جميل يا بنات، عايزه اقول لكم على الحامل بتاعه كده حلو جدا. اه طار الفلامنجو الشهير اللي هو معروف يعني في الادوات المنزليه عامه. تمام. برده عندك الموديل ده، ده جميل. الموديل ده مش بلاستيك يا جماعه، الموديل ده ازاز، كله ازاز يا بنات، بس ده واخد لون زي ما ده واخد لون بالظبط، بس ده اسود مطفي، اسود وعليه رسمه نفس الكلام، الغطا بتاعه ضغط مش ربط. حاجه كده هاديه كده، بحيث انك انت لو حبيتي تفتحي بايد واحده تفتحيه من غير ما تستخدمي ايديك الاثنين. حلو قوي ده. ده بكام ده بقى؟ ده الطقم النهارده عامله في العرض ب 125 اي شكل فيه، اي شكل في دول ب 125. طبعا تختاري براحتك خالص بقى، انا عايزه اقول لكم حلوين جدا، ومعاهم الستاند بتاعه لو العرايس، لو لست بيت، لو بتجهز محل كمان، في اعياد الام جايه واعياد ميلاد، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه قوي في الهدايا. في كمان الطقم الاستانلس اللي ورا ده اربع قطع، ده اربع قطع مختلفه مقاسات مختلفه بغطا شفاف من فوق، بحيث انك انت تقدري تعرفي ايه الصنف اللي جوه العلبه من غير ما تفتحيه. تمام. بحيث انك انت اللي بتدوري على حاجه معينه سهل جدا انك انت تشوفي ان ده شفاف. عندك هنا ده غطا كليبس، الكليبس معمول له هنا كاوتش عشان برده ما فيش حاجه تخش ولا تطلع، بحيث ولا يكرف ريحه، ولا يكرف ريحه بالظبط، لان دول ممكن تحطي توابل فيه فما يبقاش واخد ريحه من بعضه. تمام. ده لازم تضغطي عليه جامد عشان خاطر ينزل يقفل كويس، يبقى محكم الغلق. تمام. ده كده يا بنات اربع قطع استانلس، اربع قطع دول بيجوا في علبه مختلفه يعني مقاسات مختلفه. كلهم الاربعه ب 105 105 واستانلس، استانلس ما شاء الله حلو قوي. تمام تمام. عندنا بقى هنا ده الخلاط المحمول. الخلاط المحمول ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه بتعملي فيها عصير فريش تشربيه في اي وقت في اي مكان في اي حته انت عايز تعملي، بتحطي بمجرد ما تحطي الميه والسكر والفاكهه بتاعتك المفضله وتعملي بضغطه بسيطه جدا، ضغطه بسيطه جدا على الزرار ده، لان ده شغال بس يبقى مشحون يو اس بي، هو دلوقتي ايه مشحون اصلا. تمام. تمام. دي فتحه اليو اس بي، هو بيجي مع الوصله بتاعته في العلبه. تمام. ايوه اهي دي وصله شحن عادي، بتشحني بيه اي شحن يشحنها. وهو كده كده معاه وصله احتياطي. تمام. وفي كمان في كمان حاجه هنا من فوق هوريها لك برده عشان بحس تبقى شرحنا الحاجه كامله، تبقى الصوره وصلت للناس كامله. ده يد
يد تشيلي منه بحيث انك انت برضه تقدري ايه في اي مكان يد اهي بنات. وعندك هنا برضو لو فتحت الغطا اللي فوق ده هتلاقي فيه مصفى بحيث انك انت لو عملت اي فاكهه اعمل عصير واصفي على طول. تمام. طب انا عايزه اصفيها. عندك المصفى موجوده منه فيه. تمام حلو قوي ده. طب ده بقى كده كام؟ ده احنا النهارده بنبيعه ب 100 جنيه. حلو قوي. بصي دي زياته بتحطي فيها مثلا زيت زيتون، زيت اللي انت بتحبيه مثلا وبتستخدميه دايما جنب الاكل على السفره. تمام. في المطبخ. ودي حاجه محكمه الغلق برضو. ده هنا كاوتش. الكاوتش ده لو اتوقعت كده ما تنزلش حاجه ولا يحصل لها اي حاجه. ودي الجزء ده كله السلس هو التلبيس جوه ازاز. الجزء كله السلس من فوق ومن جوه منه ازاز، يعني معمول ديكور برضو شكل. يعني السلس ده شكل من بره بس هي اصلا كلها ازاز. تمام. وعندك ده اللون بيختلف بقى في كل واحده عن الثانيه، يعني ممكن في الوان يبقى اخضر يبقى اسود على حسب ايه. تمام. على حسب اللون اللي بتحبيه. بتفتحي هنا برضو هنا وعلى حسب لون مطبخك. طب قربي هنا شويه عشان تبان ده حاجه باينه يا بنات. ليها حته بارزه فوق اهي علشان تقفل عليها وما يسربش. تمام اوكي. تمام. بكام دي بقى؟ دي ب 35 جنيه. 35. حلو قوي على فكره يا بنات. علبتها اهيت حتى لون اهي في منها اللون الازرق اهو كمان. وبصوا العلبه بتاعتها اهي. حاجات دي للعرايس تحفه. ومطحنه هو في شكلين لمطحنه مطحنه الفلفل اللي متوفره عندي شكل واحد بس. الشكل ده الشكل دي المطحنه الحلوه. في انواع منها. ايوه في انواع منها وفي مقاسات. ده المقاس اللي هو الوسط. تمام. اللي هو تقريبا 12 سم. ده عندك هنا السلاح من تحت اهو. بتعمل صوت. الثانيه كانت ناعمه شويه. ايوه هو السلاح بتاعها قوي وهتهرس معاك كويس جدا. تمام. دي بتفتحها من فوق طبعا عشان في ناس بتتعب في الموضوع ده ما بتعرفش ازاي. مش عارفه. بنفتح الصاموله دي كده اهي. بنرفع الغطا ده. بتحطي الفلفل جوه بالظبط. جميل قوي دي. ونقفل عليها تاني ونربط الصاموله تاني ونلف عكس ايه؟ نلف عكس الصاموله هتتربط معانا. تمام. نبدا نشغل كده برده. جميله. بكام دي؟ دي ب 30 جنيه. ب 30 على فكره سعرها حلو قوي يا بنات لان هي فعلا حلوه. السلاح بتاعها حلو. جميله جدا. تمام. الهون ده عامل زي الرخام. ده هو رخام. مش هو رخام فعلا؟ هو رخام فعلا. بالفعل. وده جاي حاجه مستورده من الصناعه مصري. يعني هنا عندك معمول هنا من القلب خشن ومن بره. من بره ناعم وريني من القلب. الملمس بتاعه ناعم. هنا خشن معمول. ده طبعا عشان خاطر المكان بيتغسل بيبقى ابيض ما فيهوش اي حاجه. عشان لما تهرسي يبقى سهل معاكي في الايه؟ في الهرس. ده مستورد. في منه يعني اختلاف. ده كام بقى الرخام ده؟ بيبقى نازل الوان ميكسات، يعني ممكن يبقى ابيض اوف وايت في اسود. بيبقى نازل الوان مختلفه شويه. في منه اسود كمان؟ لا الاسود ساده مش موجود حاليا. الوان في بعض. ميكسات. طب هو بكام بقى؟ ب 60 جنيه بس. ب 60. حلو جدا. عايز اقول لك ده هون تاني. ده هون عاج حاجه كده ضد الكسر. ضد الكسر. ندق براحتنا يعني. تدقي براحتك. يقع براحتك. تعملي بيه اللي انت عايزاه. ما بيتكسرش معاكي وفي نفس الوقت خامته ايه؟ صحيه. حلوه. تمام. ومستورد برده مش مصري. مش صناعه مصري. مكتوب على ميد ان شاينا. تاكدي بنفسك ان كل حاجه مكتوب عليها ايه؟ اسم البلد اللي هي مستورده منها. تمام. ده معانا ب 25 تقريبا؟ 25 جنيه. تمام. كله لون واحد يا بنات؟ كله ابيض. في كمان يا بنات المصفى اللي معانا دي. بصوا هي دي كده مصفى بيد. دي مقاس 28. مقاس 28. وفي منها كمان مقاس 30. تمام. وفي بقى دي من غير يد. دي مقاسها ايه؟ دي مقاس 30. دي مقاس 30. دي مقاسها حلو قوي برده يا بنات. دي من غير يد وكلها مصفى من الجناب ومن تحت. ودي برده نفس الحكايه كلها مفتحه من الجناب ومن تحت. تمام. ده بكام دي السلس؟ دي السلس على المغناطيس. استحاله ان هي تصدق. على المغناطيس. تمام حلو قوي. ده بكام المصافي دي معانا؟ دي عامله 48 ودي عامله 50. دي 48 يا بنات ودي 50 مقاس 28. بالظبط عشان الجدات وفيها رجول من تحت. حلو قوي. معانا قوالب الفاست حلو قوي وقوالب كيك برضو. دي تقدري تعملي فيها فاست وكيك والميت لوف. الحاجات دي كلها حلوه قوي. الانجليش كيك حلو جدا. بالظبط. وصل الارتفاع بتاعه حلو. وفي الوان على فكره يعني في لون البيج وفي اللون اللبني ده وفي اللون الموف. بصوا في الوان حلوه قوي. ده بيتبطن برضو. ده على حسب انت بتحبي تحطي ورق زبده او لا. تمام. يعني بمزاج. يعني احنا براحتنا. حطي سمنه بس مش هيلزق برضو لان ده خامه مختلفه شويه. بصوا ده كمان يا بنات ممكن امسكه.
حلو ده يا بنات التقيل غير اللي في السوق، اللي في السوق خفيف. ده حلو قوي. ده بكام ده؟ ده ب 30 جنيه ب 30 بس تقيل حلو، سعره حلو على فكره. سعر الجمله بتاعه لو عايزه في حته مختلف برضه موجود عندي اهو. ده شكل وده شكل. تمام الاثنين سعر واحد عشان نبقى برضه واضحين. ده التيفال الصيني. ده الجرانيت التقيل. طيب ده كده الصيني. ده اللي ب 22 جنيه بس تقيل برضه على فكره. هو تقيل برضه وحاجه نظيفه، بس هو ده افضل منه في الجوده. ده افضل في الجوده. تمام حلو قوي. طيب ادينا شفنا ده يا بنات. في بقى كمان بتاع الكب كيك ده، طبعا انا عايزه اقول لكم بجد انا عندي بس اعمله على طول الدراسه. بتحطي فيه الورق بتاع ده، لازم تحطي فيه ورق على فكره. كل ده حاجات مختومه. يا بنات الخيط من هنا اهو، يا رب يكون باين بس في التصوير. بس دوت يا بنات علشان تعملي فيه الكيك لازم تحطي له ورق. هو بتباع الورق بتاعه، لان الكيك لما بتتحط فيه وبتعلى هتلزق هنا على الطرف، لان انت مش هتدهني بره كمان، لانك لو دهنتي بره الحرف هيتحرق، فانت لازم تحطي فيه ورق. انا عايزه اقول لكم شيك قوي والولاد كلهم بيحبوه. ده بكامل القالب ده معانا؟ ده بقى ب 30 جنيه. ب 30 حلو قوي. في كمان عندهم يا بنات المقليات دي، بصوا بقى دي مقاسات ولا مقاس واحد كله؟ دول ثلاث مقاسات. ثلاث مقاسات. جميله حلو قوي. تمام ده المقاس هتجيب المقاسات كلها. بنات احنا جبنا الثلاث مقاسات بتوعها. بصوا في بقى الصغير خالص، فالاكبر فالاكبر. دي بقى التش التوم، بتعملي بيضايه كده، بتعملي همبرجر، الباست، الحاجات دي كلها، برده الفرنش توست، الحاجات دي حلوه قوي. دي بكام بقى الاسعار؟ معلش دي لازم كده نعرف سعرها، مش هستنى التليجرام. ماشي. دي عندك اول مقاس هنا بيتباع في الدستة ب 27 جنيه. 27. تمام. اللي هو المقاس رقم 14. ده مقاس 14 ب 27. تمام. مقاس 16 ب 33 جنيه. 33. تمام. مقاس 18 39 جنيه. مقاس 18 39. متوفر منه ثلاث الوان برضو في الثلاث مقاسات. ثلاث الوان، احنا كده شفنا اللون الاحمر والازرق، وفي الوان كمان يا بنات منها. تمام. وفي ذهبي فيها. في ذهبي اهي. اهو يا بنات الذهبي كده شفناه، وشفنا الاحمر والازرق. حلو قوي على فكره. في كمان يا بنات الشوايه بتاعت البوتاجاز دي، انا عايزه اقول لكم حلوه جدا. انا بشوفها كتير لكن انا النهارده شفتها قدامي بقى، عجبتني جدا واقتنعت بيها قوي. حلوه. بصي يعني تحطي عليها همبرجر، تحطي عليها بصوا بني سوسيس، تحطي عليها اي حاجه انت عايزاها، الساندوتشات بتاعت الولاد. جميله. بصوا هي تيفال، هي مكونه من قطعتين. تيفال مستورد خامه تقيله. الجزء ده بيتحط على العين بتاع البوتاجاز. تمام. بصي يا بنات هي ليها حرف من جوه اهو، الحته دي ليها حرف. وبتحط الجزء ده من فوق عشان خاطر تحط عليه اللحمه بتاعتك او البرجر او السوسيس او اي حاجه انت عايز تشويها، بتتحط من فوق هنا. تمام. واي حاجه اي حاجه بتنزل من اللحمه طبعا هي بتستوي، ان احنا معروفين ان هي بتنزل سوائل. بتنزل سوائل. السوائل معموله جزء ده والجزء اللي من جوه ده عشان خاطر تنزل فيه. ما تنزلش على البوتاجاز تبهدلك المطبخ. والنار كده طالعه من النص. تمام. الجزء ده معمول جنبين النص هنا عشان بحيث اي سوائل تنزل عليه تنزل في الجنب هنا، والجنب ده مرفوع سيكا عشان خاطر برضو ايه مفيش حاجه تنزل بره. فهمتك. ايوه. جميل. هي النهارده احنا بنبيعها ب 48 جنيه بس. 48 جنيه ما شاء الله. في كمان طقم السكاكين ده معانا، عايزه اقول لكم انا اتفرجت عليه تحفه، حلو قوي. ده 18 قطعه اهو. ده التكوين بتاع الطقم يا بنات، هنوري لنا كل حاجه على الطبيعه دلوقتي. تمام. ده في منه لونين، ده اللون النبيتي واللون الاسود. في منه الاسود كمان. تمام. صوريه برده لو عايزه تصوريه، لان في ناس بتفضل اللون اللي هي ايه اهو يا بنات. الاسود برده موجود. الاسود هو عامل زي الجرانيت كده على فكره. هو فعلا جرانيت. هو اسمه طقم سكينه 18 قطعه جرانيت. بصوا احنا هنطلع لهم سكينه برده بحيث ان هم ايه المواضيع متغلف كله زي ما انت شايفه كده. جميل. السلاح بتاعها بصوا عامل ازاي، باين. حلوه حلوه بصراحه. الدور اللي تحت ما شفناهوش، ده كده يا بنات الدور اللي فوق التكوين بتاعه. سكينه لحمه كبيره، سكينه مشرشره، سكينه رفيعه، سلاح حريد وسلاح رفيع، اتنين سكينه فاكهه وخضار. كل التكوين موجود فيها. حاجه عمليه وحاجه محترمه جدا. عندك هنا برضو في الجزء اللي تحت سطور ده سطور وسكاكين الصغيره بقى المشرشره برضو. ده ست سكاكين مشرشرين. والسطور ومقص سمك. قشره بطاطس، عجله بيتزا، مسن للسكاكين دي كلها. الله جميل. موضوع المسن ده حلو قوي. تمام. عشان في ناس بتبقى مش عارفه ان الجزء ده بتاع ايه. الجزء ده يا جماعه مسن.
هو بيجي اليد بتاعته كده بيتعلق أوه. بتمشي السكينة شمال ويمين في الجزء ده او الجزء ده من هنا بيسن معاك. تمام حلو قوي. ده بكام الطقم ده معانا؟ الطقم 18 قطعة النهاردة عامل 210 جملة. 210 طقم. انا عايزة اقول لكم انا مسكت السكينة بتاعتي ثقيلة حلوة. دي مجفف بودرات؟ لا صيني، صناعة صيني بس دي مختلفة شوية عن التركي. عايزة اقول لكم نضيف جدا، تحسوها تركي. دي المختلفة عن تركي دي ما فيها القفل بتاعها، القفل بتاعها ده عشان تفتحيها لازم ترفعي الجزء ده من الاول دي المصفى بتاعتها. تمام. ده الطبق بتستخدمي ده طبق لوحده او ده مصفى لوحدها برضه ده براحتك. احنا هنوريها لكم برضه عملية جل، هنوريها لكم ازاي بتشتغل. لازم تقفلها كويس عشان متقعش ولا تتحرك. هي قفلنا الكلبسات بتاعتها يا بنات. تمام تمام. نبدا نحط هنا بقى. بصوا هتلف سرعتها من تحت ازاي، هو لسه ما بيجريش بايده كل دي عادي. دي تمام. بقى معانا بكام النهارده؟ 85 جنيه. 85 اهي صفايات المعالق دي. طبعا بصوا دي مقفوله من تحت كده عامله زي المصفى اللي هي ما فيش حاجه تقع منها، المعالق ما تزحلقش منها. وفي الاسود بتاعتنا دي بقى ولا بتصدي ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم عندهم تشكيل شويه رفايع تحفه. في كمان المضرب السوسته ده، المضرب السوسته ده حتى طبعا كلنا عارفينه. وقوالب الكيك بقى السيليكون والحاجات بتاعه التلج دي تحطيها في الفريزر وتطلعيها تاني. بصوا انا مش يعني المتان فيه رفايع كتير، انا مش هقدر اقف على كل حاجه اقول سعرها. احنا معانا التليجرام هنعرف الاسعار منه، وعلى قد ما اقدر هقول لكم الاسعار. يعني بصوا مثلا الصفايه دي، بصوا الصفايه دي، دي منها ثلاث مقاسات. دي بيستعملوها في ايه؟ طلعت يعني حاجه من الزيت. زي الصفايه العاديه بتاعتنا. بس دي ستانلس. الفرق بينها وبين الشغل العادي ان دي ستانلس ما بتصديش مع الوقت. ولا تصد ولا يحصل لها اي حاجه. وهنا فيها ستاند بحيث انك انت لو بتقلبي حاجه في الزيت وحابه تعلقيها في الحله من الجنب الجزء ده بتعلقيها. ما احطهاش واوسخ مكان تاني، لا انا سندتها على الحله على طول. تمام. وفي نفس الوقت الجزء ده خشب. ليه؟ لان ما يتلسعش يسيح. في مثلا على النار بيسخن. لا ده خشب عشان خاطر تقدري تمسكيها وما تتلسعيش برده. تمام حلو قوي. في منها ثلاث مقاسات. ثلاث مقاسات دي بكام؟ 25 و30 و35. 25 و30 و35. في كمان يا بنات الصفايه اللي احنا نعرفها برده موجوده اهي بثلاث مقاسات برده. بصوا اهي ده مقاس. ده السلس بتاع المغناطيس. تمام. وفي دي الاصغر وفي الوسط اهي. ما شاء الله في ثلاث مقاسات منها. في بقى الشماعه بتاعت البناطيل دي المعدن على فكره، وفي منها برده البلاستيك. اهي تمام. في الصفايه بتاعت الصابون برضو دي اللي هي المثلث. المنخل بتاع الدقيق ده تحفه تحفه تحفه، ما بتبهدليش الدنيا وبتستعملي حاجتك وانت واقفه مكانك بنظافه. حلو قوي. في برضو النشابه دي جميله جدا، دي اللي هي بعجل. حلو قوي. دي هرس البطاطس الجرانيت او واخده شكل جرانيت مثلا؟ لا هي معموله خمس نوع جرانيت، بلاستيك جرانيت. متوفره بلونين. تمام. اللون ده واللون اللبني. تهرسي بقى البطاطس وتهرسي بقى الفول كويسه جدا في الاستعمال وعمليه وصحيه جدا. تمام. يعني ما بتضركيش في الاكل عشان في بلاستيك بيبقى خامه مش كويسه. دي بكام معانا النهارده؟ دي النهارده بس ب 120 جنيه يعني 110. الله جميله. بصي يا بنات في منها البينك وفي منها اللبني اهو. حلو قوي. وفي برده منها اللي هي اللي على الثلث برده دي كمان. تمام. في بقى البخاخه دي حلوه قوي، دي تقدري تحطي فيها زيت، تحطي فيها معطر، تحطي فيها زيت، تحطي فيها ميه تستخدميها. شغاله معاكي في اي حاجه. في منها الوان. دي معدن مش بلاستيك. في منها الوان، تعملي واحده للزيت، واحده للميه، واحده للمعطر، واحده للديتول، واحده للكحول. يعني بصي انت هتقدري تجيبي وتعملي اللي انت عايزاه. الوانها كلها جميله. احمر وسيلفر واسود ولازل. وفي موف كمان وذهبي. لا في الوان كتير يا بنات اهي. دي بكام؟ لا دي استعمله 198 على 16 جنيه. دي يا بنات معانا النهارده ب 16. تمام. في كمان الشماعه بتاعه الفرح دي. وفي بقى بخاخات بلاستيك للي يحب كده، في اللي هم البلاستيك العاديين بتوعنا. دي برده بالوانها اهي. وفي دي بالوان، في دي وفي في الحلزوني دي وفي البلاستيك دي. تمام. في كمان بتاعه الفرح دي، وفي الفرشه بتاعه الشبابيك، وفي السلك، سلك الخشن ده كلنا عارفينه، والحبال بقى الحبل اللي هو عامل زي الكتان او الحبل السلك ده. وفي برضو مشابك. يعني انا عايزه اقول لكم على كل حاجه موجوده. من الورد ده بتحطيه في اي باص كبيره عندك او بطبق مفتوح كده بتحط فيه. حلو قوي. وفي برضو المعالق المعياريه دي حلو قوي برضو. وفي كمان الكوبايات دي بقى، بصوا
بطاطس واشكال كده، سنافر وحاجات كتير جدا. سنافر الوان، وفي ده برضو حلو قوي والوان، وفي دي البخاخه ومعاها المساحه بتاعتها تبخي وتمسحي في نفس الوقت، دي موجوده برضو عندهم. بقى بنات كمان الكمامه، بصوا في عندهم 10 في 1. اه بصوا يا بنات دي 10 قطع. في كمان يا بنات البلانشات دي، بصوا دي واخده شكل الرخام كده حلو قوي، وفي اشكال منها يعني، بصوا في شكل على جرانيت وفي شكل المكعب كده، في اشكال. انت لما تيجي عيشي مع نفسك وهاتي اللي انت عايزاه. في بقى دي كبيره، وفي الاصغر منها برده نفس الاشكال كده، في منها الشكل اللي تحت ده، بصوا اشكالهم حلوه قوي. وفي منها الساده اللي احنا بنعرفها دي، جميله جدا على فكره في الاستعمال. تقدري بقى دي تبقى الوان، تقدري تجيبي حاجه للخضار، حاجه للحمه، حاجه للفراخ، حاجه للفاكهه. في ناس بتحب تفصل الحاجات عن بعضها. وفي الخشب بكل مقاساته، في الخشب اللي تبقى فيه العليقه الحلقه دي، وفي الخشب اللي بايد دي كده المقاسات كلها، وفي اللي هو ليه اليد بتاعته. مريالة مطبخ. اه بصوا الاشكال الجديده يا بنات، اه دي الاشكال الجديده بتاعتنا، رسومات مختلفه. دي ما بتصرفش ميه لان دي مشمعه على فكره، ووتر بروف. اه ووتر بروف تمام. في بقى اشكال كتير، في الفلامينجو، في شكل البنوته، وفي بصوا في الوان واشكال كتير اهو. بصوا ما تفتحش تاني. ايوه حلوه قوي دي برده، حلوه. شجعوا ولادكم وخلوهم يدخلوا المطبخ، هاتوا لهم حاجات من دي كده هيدخلوا يساعدوكوا على طول. تمام. اه ده بكامل مريالة معانا؟ 15 جنيه كده. 15 تمام، حلو قوي. بنات في المصفه دي تقدري تحطيها كده في الحوض وتسنديها، وتقدري الايد بتاعتها بتتلم اهي. بصوا اليد بتاعتها اهي بتتلم، وهي كمان نفسها بتتلم، هي ليها على اواعي تحت اهي، وهي نفسها كمان بتتلم. هي كده اهي اتلمت، تقدري تشيليها في الدرفه بتاعتك من غير ما تاخد اي مكان. في منها الوان، احنا شفنا الازرق، في الاخضر، في منها الوان حلوه قوي. وفي كمان اللي هي للبلانشه دي، دي بلانشه وصفايه في نفس الوقت، ليها اهي القواعد تحت كده، تحطيها في الحوض تستعمليها كده كبلانشه، تستعملي عليها حاجتك عادي. وبعدين تقدري تفرديها زي ما فردنا الصفايه دي كده، تفرديها تستعمليها طبق في الحوض تغسلي بيه، وتشيلي الكاوتشه دي كمان، هتشيل الكاوتشه دي وتصفي الميه منه خالص. انا عايزه اقول لكم الحاجات دي حلوه قوي للناس اللي ما عندهمش مساحات، جميله جدا. في كمان معانا المطبقيه دي برده، دي مطبقيه حوض كده حلوه قوي، تحطي فيها بقى المعالق، تحطي فيها الاطباق، السلاطين، الحاجات دي جميله جدا برده، بتتفرد وبتتقفل. دول كلهم كده نفس الفكره لاستغلال المساحات، جامده جدا. المصفه دي يا بنات 55، والمطبقيه ب 40، والبلانشه اللي احنا قلنا عليها وفي نفس الوقت صفايه حوض دي ب 40 برده. في كمان معانا الحاجات بتاعه السخن الخشب، بصوا دي اللي هي على قد طبق، وفي منها كمان على قد صواني، وفي منها على قد صواني حلوه. في اشكال بقى جميله جدا، عايزه اقول لكم جميله جدا الحاجات دي. في الصفايات دي، دول ثلاث مقاسات، في المقاس الصغير والاكبر والاكبر، برضو الحاجات دي احنا عارفينها معانا حلو قوي. بصوا بقى دي احنا شفنا منها الصغير، ده المقاس الاكبر، هما الاثنين جنب بعض اهم. بصوا كده، دي مقاسات الصغيره ودي مقاسات الاكبر. دي جايه من تحت ببوز كده حلو قوي، دي عاديه خدوا بالكم، لكن دي جايه ببوز. فكرتها على فكره حلوه قوي، والوانها كمان عرايسي جدا. بصوا الوانها جميله، البنات الكيوت بتاعتنا حلوه قوي، ومبشره بقى جوز الطيب والشياله بتاعت البطاطس دي، والعموما التسالي والحاجات دي حلوه قوي، والحاجات بتاعت التواليت لولادنا الصغيرين كمان، الكبشه الخشب طبعا، الحاجات دي بتبقى صحيه جدا، الحاجات الخشب والسيليكون دي بتبقى حلوه قوي. في الخشب دي، وفي النشابه الخشب برده، دي حجمها كبير على فكره. الماسوره دي بشفط الهواء، انا عايزه اقول لكم قويه جدا، تقدري تحطي عليها حاجات حلوه قوي، عمليه قوي. دي كده 17 ونص تمام. وفي الحاجات دي حلوه قوي، ده ثبت لعب اطفال وغسيل، ده يا بنات بغطا كده للعب الاطفال والغسيل. وفي بقى اللي معاه ده حلو قوي، ده جميل، ده شكل جديد. خامه جبتان، من السهل انها تتقطع. حلو قوي ده، بيبدات بالوان مختلف، ده اشكال برضو يعني مش الشكل ده بس، الوان مختلفه.
تمام. بنحطه في الملابس ونحط في لعب الاطفال. في بقى السبت ده في ده برضو يا بنات بحط. اشكال وليه غطا من فوق انا عارفاه بيتفرد وبيطبق كده برضو. ده بكام معانا النهارده؟ ده ب22 وده ب36. ده 36 حلو قوي ده يا بنات. عايزه اقول لكم ده جميل جدا. خامته كمان تقيله. ده خامته ايه؟ كتان. كتان حلو قوي. بصوا في اشكال منه يعني احنا شفنا الشكل ده في اهو المثلثات ده وفي كمان الشكل ده اهو في اشكال حلو قوي. وفي بقى شنط التخزين بتاعتنا دي بقى لبس صيفي شتوي بطاطين الحفه بالوان واشكال مش قادره اقول لكم قد ايه. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو بصراحه بس في حاجات انا لازم اقف عندها زي مثلا ستيكر الحيطه ده. ده كمان في منه الوان كتير جدا. بصوا ما شاء الله كل الوانه حلوه. ده هو كده متطبق مش هو المقاس اللي قدامنا بس هو متطبق اصلا صح؟ ده كده متطبق جزئين مش هو ده. يعني المساحه اللي قدامنا دي في منها قدها يعني ورا كمان. 77 سنتي 77 في 70 ده المستورد. ده اللي بيتغسل؟ ده اللي بيتغسل وما حصلوش اي حاجه لان ده 6 مللي 6 مللي المصري مش نفس الشغل ده. تمام. ده معانا بكام؟ ب 30 جنيه في الدسته. ب 30 في الدسته. تمام. طبعا ناخد الكميه اللي احنا عايزينها مش كده؟ في الدسته وهي سعر القطعه وسعر الدسته. تمام. والشنطه دي شنطه ايه؟ شنطه حفظ الطعام. دي شنطه حراري فلتر من جوه مكتوب بطاطس تحفظ الطعام. دي كبيره طويله جدا. في منها مقاسين. ده المقاس الكبير وفي منها مقاس الوسط. دي فيها سوستتين من هنا وسوسته من هنا. فيها يد بتاعتها مطمنة والحاجة يفضل سخن جواها. تمام. فترات طويلة جدا. تمام. ده المقاس الكبير يا بنات وفي منها مقاس اصغر. دي بكم؟ دي الكبيرة ب25 والصغيرة ب22. الصغيرة تفرق كتير عنها؟ مش نصها ولا؟ لا اصغر منها حاجة بسيطة. دي مش صغيرة قوي يعني حلوة. بصوا المساحة بتاعتها حلوة. فرق تماما. بصوا دي جنب دي ما شاء الله حلوة تشيل برضه. انت قلت الصغيرة بكم؟ 22 و25. جميلة جدا. والوانها كلها ازرق. دي مفيش الوان بس هي اللون الازرق كمان فيها حلو قوي. تمام. احنا قلنا في كمان قاعده التواليت لاولادنا وفي الشماعه دي على فكره دي خامه تقيله حلوه قوي قوي. والوان نعم خامه بيور مستورده. بيور بص بقى هنا في كمان الفراده بتاعت العجين ناحيه عريضه وناحيه اقل. وقطعت البيتزا وشيلت المكرونه والحلويات. بصوا حاجات كتير جدا. المكان هنا كله رفايع بس انا بقول لكم بجد رفايع بتاعته كلها. بصوا السكاكين عنده. بصوا السكاكين دي اللي على الشمال واللي جنبها حلوين جدا. السكينه دي محترمه جدا وخامه تقيله جدا. الجرانيت والسلك الاثنين نفس النوع. الاثنين نفس السعر؟ لا بكام بقى؟ دي ب 25 ودي ب 30. اشمعنى؟ السلاح اقوى ولا مش السلاح اقوى. الجرانيت تبقى اقل في السعر عنديت لان هي اللون الذهبي ده عندك بيعمل فيه سعر غالي شويه. ما بيطلعش. ده ليزر. تمام. حافظه الصابون دي بصراحه في الجو والدنيا اللي احنا فيها دي انا بديها لاولادي وهم رايحين المدرسه. انت بقى ابنك بنتك خليهم في شنطتهم يبقوا مأمنين نفسهم على طول يغسلوا ايديهم. الحاجات دي مهمه قوي. وفي بقى دي يعني غنيه عن التعريف مش هتكلم عنها بصراحه. في بقى دي ايديها بتطول وبتقصر. الفرشه دي ايديها بتطول وبتقصر دي حلوه قوي بتطولي بيها الاماكن العاليه والقمع بتاع البتيفور والمنازل دي يا بنات بتستعمليها اكتر من مره يعني تقدري دي بقى بالنسبه لي انا بستعملها في تطهير الحاجات اللي بتيجي بالسوبر ماركت لان انت بتستعمليها كتير مش زي المنديل تستعمليه ترميه او فوطه وتلوثت. لا انا بستعملها اطهر بيها كل حاجه وبعدين ارميها بس تبقى طهرتلي كل الحاجه اللي انا جايباها. حلوه قوي في استعمالها جميله جدا. وفي نشابه سيليكون دي برده حجمها حلو الوانها جميله حلو قوي. انا عايزه اقول لكم الوانها جميله وحجمها حلو قوي. بكام النشابه سيليكون دي؟ 40. دي كده يا بنات ب40. في كمان علب المناديل دي في منها اشكال كتير. دي نوعها ايه؟ معدن ولا بلاستيك؟ بلاستيك وعليها قماش من فوق. في نوعين. النوع ده بلاستيك من جوه وعليه قماش من بره ستان. في النوع الثاني معدن كده. حلو قوي المعدن دي. ده صاج. انا بحب شغل الصاج بصراحه يا بنات جميله. تمام. هي بتتفتح من فوق من هنا. تمام حلوه. منها الوان مختلفه. طبعا العرايس يجوا بقى يشكلوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. بتتفتح من تحت. دي او دي في اشكال. دي بتتفتح من تحت البلاستيك يا بنات والمعدن بتتفتح من فوق. تمام. المعدن بكم؟ المعدن ديت ب 35 والبلاستيك ب 20. والبلاستيك ب 20. في بقى الشاليمو دي برده دي حاجه حلوه قوي مش اللي هي تستعمليها وترميها. لا بتقعد معاكي شويه.
ودي اللي بتتحط على الحوض، تحط فيها الليفه بتاعتك عشان ما تعملش ريحه، تفضلش مبلوله، بتصفيها. دي جميله جدا، تعلقيها في الحنفيه او تقفليها زي كرسونه كده. ايوه، وبتعلقيها بقى، تحط فيها الليف بتاعك. حلوه جدا، ما يخليش في ريحه في المطبخ ابدا، لان هي بتتساب ناشفه على طول، ما بتبقاش مبلوله. برده في منها الوان، في منها لون الرمادي والبينك. قطعت الجزر والبطاطس والخيار، دي بتدي اهي، هم عاملين عليها اهو البطاطس، حلوه قوي. عشان كده بقول لكم الحاجات اللوكس، الحاجات الشعبي غير كده خالص، دي اللي هي اللوكس بتاعتها، حلوه قوي. تمام، وفي ده لاولادنا الصغيرين بقى، بتقفلي باب مكتب، درج، باب ثلاجه، اللي هي لازم انت تفتحيها بايدك، الولاد ما بيعرفوش. على طرق التركيب بتاعها عليها، ايوه طرق التركيب، هي معموله بلزق ده بالفيس تقريبا، مظبوط. دي بقى ليفه مساج، اه في الظهر وليفه مساج في نفس الوقت. فهمت. تمام، حلوه قوي دي يا بنات، حلوه. وانت بتاخدي الشاور بتاعك كده، ليفه عاديه للظهر، ايوه طريه جدا. ومن الظهر بتعمل مساج. احنا قلنا على الهون كمان، دي ليفه، دي الفرشه بتاعه التويلت، فرشه التويلت تبقى لونها مختلف. بصوا، دي ايديها طويله، وتجيب الحته الايوه دي، بتجيب الجزء اللي داخل جوه في التويلت. حلوه قوي، حلوه، واستعملها حلو. بقى صفايه الحوض دي 3 على كارت، دي 3 صح، دي 4، وفي فرداني، في الفرداني هي لوحدها، في الفرداني الواحده، وفي 4 لو عندك اكتر من حوض. حلوه قوي، دي ب 4.5، والاربعه مع بعض ب 15 جنيه، 4.5 لوحدها، وهنا اللي هو الطقم مع بعض 4 ب 15. وفي كمان الغطا ده عشان تحافظي على الحاجه اللي انت حطاها من اي حشرات، دي حلوه قوي برده، جميله جدا. دي اللي انا قلت لكم عليها، دي جميله. دي بقى تغسلي بيها الاطباق، تشجعي ولادك عشان يغسلوا كده اطباقهم مكان ما ياكلوا. الحاجات دي كلها على فكره والله جميله، حطيها حتى ديكور في المطبخ، هي شكلها حلو. في بقى الصفايه دي، دي بتاعه الاعشاب، جميله جميله جدا، دي حلوه، تتعلق في البراد او الحله، وتغلي الاعشاب فيها، ولا تقعدي تصفي ولا اي حاجه، حلوه. او تغلي الميه، ولو عندك البراد بتاع الضيوف بتحطي ديت فيها وتصبي وهم قاعدين، برده يعني كده شغال وكده شغال. بنات، الساند الميكرويف ده انا عايزه اقول لكم عملي جدا، وبيستغل المساحه فظيع. انا هحط لكم صورته برده عشان تبقوا تشوفوه. ده تقدري تحطي الميكرويف من تحته، عايزه تحطي فوق بقى الكاتيل، تحطي اطباق، تحطي الفرنجيل بتاعتك، حلو قوي. طقم ده معانا كام النهارده؟ الحامل ب 90 جنيه. ب 90، عايزه اقول لكم سعره حلو قوي، بيتباع بره معدي ال 100 اصلا. هو مش هيغير اسعاره عشان ما حدش يقول لي يا شماء بيغيروا اسعارهم، ما بيغيروش اسعارهم، الاسعار موجوده على التليجرام يا بنات. وفي بقى بصوا اشكال الجيران اللي فوق دي، هوريها لكم، هي معروضه. بصوا المحل ما شاء الله، وفي كمان القوالب بتاعه الكيك اللي فوق اللي هي بتتفك في الجنب دي، حلوه قوي. وفي البرادات الصاج دي، البرادات الصاج دي بكام عشان في ناس بتحبها؟ ب 80 جنيه البراد مقاس 1 و3، ب 80 مقاس 1 و3. وفي بقى اشكال طفايات، بصوا الاشكال دي حلوه قوي، كل طفايه بتيجي في علبه. وفي الاشكال الكيوت بتاعتنا دي، حلوة قوي، كل اشكالها جميلة بصراحة. وفي شكل الزهر بتاعنا، والسكرية بنات بتيجي كل سكرية في علبة زي كده، والبونبونيرة برضو بتيجي في علبتها برضو زي الشغل اللي قدامنا ده كده بالظبط. دي طفاية، دي ايه؟ دي ايه؟ دي طفاية كبيرة قوي اللي هي موجودة، اللي هي بتاع ماركة بوهيمي. دي بلانك ماكس، نازلة ماركة بلانك ماكس، مقاسين مختلفين. كبيره جدا، يعني عايزه اقول لكم معرفش مين اللي هيشرب السجاير دي كلها، بس كبيره جدا. حط في الليفنج او في الريسبشن بيبقى شكلها شيك قوي. في منها المقاس الصغير، في من ده المفروض ان ده الصغير بتاعها. تمام، ده المقاس ده عامل 30 جنيه، والمقاس الكبير ب 40 جنيه. ب 40. ده المسن، المسن اللي احنا عايزه اقول لكم شكله حلو، انا لفت نظري عشان كده قلت له افتحه لنا. ده في 3 فتحات، سن بيهم مقاسات مختلفه في السكاكين والمقصات. السكينه ما بتتجرحش لما بتجرحش؟ سن في اتجاه واحد، يعني لما تيجي تسن السكينه مثلا زي كده، وليكن مثلا دي السكينه، هنمشيها في اتجاه واحد كده كده، مش كده، مش رايح جاي، في اتجاه واحد، او الناحيه دي برضو في اتجاه اي اتجاه، بس المهم هنا السلاح معمول عكس بعض. يا رب بس يكون باين في التصوير، انا والله بحاول اجيبها اهو. تمام، ايوه باينت. تمام تمام. ده معانا المسن ده بكام؟ ده ب 27 جنيه في الدستة. 27، الله جميلة.
انا عايز اوريكي جميله قوي. انا بقول لكم انا كشيماء بتاخدوا رايي. لا ازازها نقي جدا حلو قوي. الماركه بلانكي ماكس دي معروفه تمام ومشهوره والجوده بتاعتها جميله جدا زي ما انت شايفاها كده. يمكن الصوره مش هتديها حقها برضو. طبعا انا بقول لهم والله لا بجد على الحقيقه فعلا حلو قوي. ده بكام الطقم ده؟ 6. الطقم ده 6 عاملين 55 جنيه. 55 ما شاء الله جميله جدا. سعره بينافس اي شغل موجود في السوق. طبعا حاجه بالجوده اللي انا شفتها دي بجد تستاهل واعلى طبعا. هي تخليكي متاكده من كلمه بلانكي ماكس لان الشغل ده بيتقلد مصري. تمام. الطفايه بقى دي بكام معانا؟ دي ب 15 جنيه. دي ب 15. متاكد ان العلامه دي موجوده عليها وعليها اللوجو بتاع الشركه بتاعت بلانكي ماكس. السريال ده يا بنات ده بيبقى مهم قوي، بيعرفك ان الحاجه مش مضروبه. فاي حاجه تجيبيها في ميك اب، في بارفانات، في منزلي، لازم تبصي على الشغل ده. تمام. في كمان يا بنات طقم التلاجة ده سيليكون حراري بيدخل الميكروويف، حلو قوي. بصوا هو 4 قطع على فكرة، هو بيتقفل عشان ما ياخدش مساحة وبيكبر تاني، يعني زي اي حاجة انا هوريكم في الصغيرة. هو بيتقفل كده اهو زي اول واحدة فوق انا قفلتها، والباقي بتاعه اهو. عايز اقول لكم حلو قوي ده، 4 قطع كده ب 145 يا بنات. وفي كمان مكبر الشاشة ده، يعني بصوا ما شاء الله الحاجه بتكبر جواه، حلو قوي بيعكس كده جميل جدا. هو ليه هنا ورا الستاند، تحطي هنا، تحطي هنا التليفون وتسنديه، تحطيه وتسنديه هنا كده، والشاشه طبعا بتاعتك معاكي بيكبر. في كمان معانا المكبر ده بكام؟ المكبر ده ب 55 جنيه. 55. الستاندات بتاعت الكوبايات دي، ده شكله على مخدر شويه اللي هو المعدن المخدر. الشوايه دي معانا النهارده يا بنات، بصوا بقى حلوه جدا، بتحطيها في الفرن جميله جدا، تبقى تخلي الفراخ صحيه جدا، كل الدهون بتنزل تحت في الصينيه. طيب في كمان الشماعات بتاعه العرايس دي، وفي الصفايات دي ما شاء الله المكان، وفي الجوانتي اللي بالفرشه ده حلو قوي، وفي الجوانتي الحراري اللي انت تقدري تمسكي بيه الشغل السخن دي برده جميله جدا. في اطقم سكاكين على كارت بقى موجوده اهي برده 60 جنيه اللي هو الاحمر، ب60 الاحمر واللي جنبه ده ب40. طبعا الحاجات دي كمان هدايا حلوه قوي، او لو عروسه وتستعملي في المطبخ حلوه قوي الحاجات كده الاستعمال حلوه. وفي الحاجات بتاعه السخن دي برده جميله قوي، دي بتتفرد وتتقفل حلوه. وفي بقى الاسياخ بتاعه الشيش طاووق اهو، ده القصير وده الاطول وده الرفيع، عندهم الاحجام كلها. تمام. وفي اطقم معالق خشب كده، دي الخفيفه، وفي ده اللي هو الاتقل منه. طبعا احنا شفنا الكبشه تقيله حلوه، عندهم كمان مشابك خشب. كمان الحاجات دي صفايات معالق، تقدري تستعمليها معالق، تستعمليها على مكتب، تستعمليها على تسريحه، عمليه جدا وحلوه، ومنظم للريموت برده فعلا حلو قوي الطفايه دي. وفي بقى حامل السخن ده، عايز اقول لكم شكله شيك قوي. بصوا هو معدن تقيل مكتوب عليه كويزين مطبخ، حلو قوي ده، وليه قواعد من تحت. ده بكام ده؟ ده 17 يا بنات. انا عايز اقول لكم حلو قوي. كمان المضرب الكهرباء، وفي المكنه الصغيره المحموله دي برده حلوه قوي، وزي ما قلنا منظم التسريحه فوق اهو. وفي كمان يا بنات مج العربيه بتاع النسكافيه ده، حلو قوي بيعمل نسكافيه جميل جدا، وعنده صواني تقديم. طبعا الحاجات دي بقى للهدايا حلو قوي، بتيجي في علبه كده جميله جدا. وفي السخان اللي بعين واحده اهو، ده سخان بعين واحده، ده برده حلو قوي، وفي نوع تاني جنبه. وفي بقى العلبه بتاعه الشاور موجوده فوق اهي، في بفتحتين وفي فتحه واحده. الجريلا بتاعه الهمبرجر تقدري تعملي عليها كريب، حلو قوي. وفي الجريلا الثانيه دي مقاسات، 3 مقاسات، المضلعه دي ايديها بتتقفل وبتتفتح. وفي كمان الوك دي حلو قوي برده، حجمها جميل جدا. وفي عنده كمان المضارب السيليكون والمضارب المعدن والمسكات السيليكون والتوزيعات السيليكون وفتحات وفي بصوا في حاجات كتير جدا ما شاء الله. بصوا ده كده شمع، ده طقم 4 في علبة، وده برده تقريبا 4 في علبة اهو. بصوا الطبق ده طبق غويط، بس هو حجمه مش كبير، بس هو حلو يعني لو واحدة عايشة لوحدها او عندها اطفال صغيرة والحاجات دي حلو. طبق حجمه مش كبير حلو. وفي بقى الحاجات دي حطي فيها الصوصات، حطي فيها جبن وتشيليها صغيرة كده حلوة. في بولات، في البولة دي وفي البولة الاصغر،
جميل جدا، كلهم رسمه واحده يعني ممكن تعملي بيهم طقم جميل قوي. الصواني دي يا بنات استانلس 18 على 10 قطعتين، في منها رسومات يعني مش الشكل ده بس. الله مطفيه على فكره، عايزه اقول لكم حلوه قوي، هو الجزء ده بس اللي بيلمع حلو قوي. ده المقاس الصغير، ولا ذهبي بقى ولا حاجه، لا هي منها فيها كده حلوه جدا جميله. ده بكام دي؟ دي عامله 390 جنيه. جميله حلوه قوي، وريني امسك الخميره. تقيله جدا. ما شاء الله تقيله يا بنات. لا حلوه ما شاء الله، ربنا يبارك لك. بصراحه مختار الحاجه بتاعته بمنتهى الدقه، يعني لما يجيب المجات اللي هي الحفظه للحراره دي كلها من جوه استانلس نقي والتشكيل ده كله، ويجيب صواني بالتقل ده، لا هو راجل بصراحه جايب شغل حلو قوي. انا عايزاكم تستفيدوا يا بنات بالعروض وبالاسعار اللي هو عاملها دي. في عندنا الكيس ده للعصاير تحفه، حلو قوي بقى، ميلك تشيك اي حاجه انت عايزاها حلو قوي. وفي ده للنسكافيه والشاي والاشكال والقهوه. بصوا الكوبايات هنا، ده ينفع العصير ده بستة، ده العلبة فيها ثلاثة، تاخدي ستة تاخدي ثلاثة زي ما انت عايزة. تمام، ده بكام؟ ده الدستة عاملة 210. الدستة؟ يعني الستة ب 105. 105. 105 حلو قوي. بالنسبة للمكان هنا، احنا محل الجنرال في درب سعادة في بداية شارع الأزهر خلف جامع البنات، خلف جامع البنات. هتدخلي المكان تسألي فين جامع أبو الفضل أو فين سنتر درب سعادة، احنا تاني شارع شمال بعد سنتر درب سعادة بالنسبة للناس اللي هي جاية من ناحية سنتر درب سعادة. أما لو أنت جاية من ناحية بنك مصر فهتسألي على فين مسجد أبو الفضل، احنا تاني شارع يمين بعد شارع درب سعادة الرئيسي. فاسألي محل الجنرال. ممكن حد يتصل بيك يعني يتواصل معاك عشان يعرف يجي. تمام، في اللي هو هنحط الارقام اللي هي واتساب شغاله، ورقم الارضي برده شغال عشان بالنسبه للشبكه هنا. تمام. هي الشبكه هنا ضايعه غصب عننا، شبكه التليفون يا بنات هنا سيئه جدا يعني. انا كنت بتكلم معاه على الواتس عشان اعرف اجي. تمام. والارضي هو اللي شغال برده هنا. طيب في شحن؟ في شحن كل المحافظات طبعا، اي محافظه عايزه تشحني لها شغل احنا بنشحن لك، وانت بتشوف الشغل قبل ما تشحني. اي كميه؟ يعني اي كمية. كميه بسيطه او كميه كبيره؟ اي شغل انت محتاجاه، بس تكلفه الشحن بيبقى على ايه؟ على العميل. بس كده. لكن احنا بالنسبه للتقفيل بنقفل حاجه كويس جدا عشان حاضر يعني الحاجه توصل سليمه ومظبوطه، بحيث انك انت ما تزعليش من الحاجه اللي تتكسر او ايا كان اللي يحصل في الشحن. فاحنا بنتكفل بان احنا نقفل الحاجه كويس جدا قبل ما تطلع من عندنا من هنا. وان شاء الله ربنا يجعلها فتحه خير الفتره اللي جايه الجديده ديت، سنه جديده علينا كلنا، وهيبقى في خصم 10% للفاتوره زي ما قلنا. زي ما اتفقنا ان 10% على 500 جنيه الفاتوره. تمام. والعرض الثاني ان اي زبون هيجي ياخد اي كميه اقل الفاتوره مش تعمل 500، هو هياخد قطاعي بسعر الجمله. قطاعي بسعر الجمله من اول قطعه. يعني جمله من اول قطعه، يعني سعر الدسته هو زي اللي هياخد قطعه واحده بس. طب هنوضح نقطه للشحن. اتفضلي. احنا قلنا شحن محافظات، لكن الشحن بالنسبه للشحن الداخلي دلوقتي هو مش متوفر عندنا الا بسبب، لان احنا بنتعب جدا عشان خاطر نلاقي حد يوصل مندوب يوصل داخل القاهره. وفي نفس الوقت بيبقى الشحن غالي، فاحنا بيبقى مثلا حاجة بسيطة جدا ممكن يبقى تكلفة الشحن أعلى من إيه؟ من سعر البضاعة، فاحنا مختصرين موضوع إنك احنا نشحن داخل القاهرة. استفسار كأن أنا زبونة، معلش عشان احنا هيجي لي السؤال ده في التعليقات. طيب مشكلة. أنا لو حبيت آخد الحاجة ومش مشكلة تكلفة الشحن. تمام. من جوه من هنا من القاهرة من الجيزة. ساعتها بقى بنتصرف بقى، ممكن نشوف حد من أوبر، نشوف حد تبعنا ونبعت له، تبقى تكلفة الشحن إيه؟ بتبقى بنحاول نبسطها بطريقة ايا كان الطريقه، بس يعني بيبقى غصب عني. مش مشكله تكلفه الشحن عاليه، بس انا عايز حاجتي تجيلي شحن عادي. هنشوف كده ساعتها. ممكن يبقى ليها تصريف لكن مش اساسي يا بنات، لكن ممكن تتواصلوا معايا ونشوف بالظبط ايه. مفيش مشكله، ممكن يظبطها معاكم ان شاء الله باذن الله بامر الله. تمام. انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده. انت نورتينا جدا لمقابلتك. تحت امرك، كنت نورتينا في اي وقت، واي حد يجي من تبعك طبعا فوق دماغنا. وان شاء الله ربنا يجعلها سنه جديده علينا وسنه سعيده على الناس كلها باذن الله. عليكم وعلينا كلنا يا رب. الف مبروك على المكان. الله يبارك فيك. وما ننساش يا بنات ان احنا لما نيجي نقول تبع قناه شيماء الجوهري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.